السلام عليكم اخوتي احبتي، تحياتي لكم، سلامي لكم. راح ندير لكم جوله خفيفه في ركن المتحدثين المعروف هنا بسبيكر كورنر. راح ندير لكم جوله فقط، وجو اليوم سخون لكنه جاف. مهم، تحياتي لكم وتابعوني ان شاء الله في هذا البث المباشر. محطة المار بلارش، وكما يعرفنا ركن الرخام أو قوس الرخام، هافيلة لندن. عندي لكم جولة خفيفة ركن المتحدثين أو بما يعرفنا بسبيكرز كورنر، كل يوم أحد ابتداء من 12:30 إلى غاية 4 أو 5، وفيه متحدثين في الأمور السياسية الدينية الدعوية إلى آخره. المهم صورتكم مقبل لكن في الإعادة فادة، تحياتي لكم. هذو جماعة يديروا الدعوة ما شاء الله. هذا هو المار بلارش اللي مسمي عليه القوس، قوس الرخام. ها شوف، مصنوع مخدوم بالرخام. شوف، يقال أن بوابة الباكنهام بلاس كانت من هنا، من هنا، من هذه المنطقة. موضوع آخر إن شاء الله. ندير لكم جولة فقط خفيفة هنا ونصور لكم الأجواء. ركزوا على الصوت، صوت 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 جماعة، الصوت كفاوة الصوت يا خوتنا. جو اليوم كما قولوا جو حار لكنه ناشف، دراي كما قولوا، فهمتوا خوتي. بالمناسبة هذه دعوتنا لخوتنا في البلاد اللي راهي 51 درجة، سمعت 54 49 40. المهم ربي يكون معاهم، وخاصة الناس اللي يخدموا برا، فلاحين، شباب الخدمة الوطنية، الناس اللي صاهرين على حماية البلاد، ربي يكون معاهم إن شاء الله. وهكذا المهم الله يكون مع كل خوتنا اللي في كل مكان. تحياتي لكم خوتي في كل قارات العالم، تحياتي لهذه البلاك كاب الجديده، شوف شكلها كيفاه. المهم تحياتي لخوتنا في ارض الشتات، تحياتي في اشقائنا تونس، المغرب، كل المصريين، اليمنيين، كل خوتنا في غزه، في كل قارات العالم، وبالخصوص الى كل 48 ولايه ما ننساهمش. هذه حافلات سياحيه يديروا تور هنا، معروفه فيها جماعه يخدموا هنا، نحيوهم. المهم فان شاء الله كشنا نديركم جولة بالحافلة حول لندن. رايحين اليوم الى ركن الخطفاء سبيكرز كورنر. انا يصلوا وداروا يصلوا من الدعوة. How are you right? Good. السلام عليكم. المهم انا صميتوا ركن سوق عكاب. راح نصوركم الجديد اليوم في السبيكرز كورنر. Very good my brother, very good. Assalamu alaikum. Thank you Free, free. No, I'm just making a video. Look, look. Brother, I'm not paying money, I do free. I don't pay money for this. Okay. Thank you. حياك الله أخي. من أين تقول أنت؟ تحياتنا لأخوتنا في عمان، سلطة عمان. من الجزائر. تحياتنا لكم أخي. شكرا لكم وإياكم أخي إن شاء الله. السلام عليكم. Thank you very much. Keep giving, yeah? As a brother, I'm just doing video. والله على المباشر، تبعني هنا، أعطيك اللايف على المباشر هناك على الفيسبوك. تمشي هناك؟ باقي هنا؟ نتلاقوا هناك. شوف شوف، اذا عندك الفيسبوك تابعني على الفيسبوك. رقم تليفونك لاني جاي هنا. 9 كم رقمك الثاني؟ رقم بريطانيا المقيم هنا. نعم نعم، تواصل الهاتف بعدين. اسمي صالح. السلام عليكم اخي، وياك
هنا اخوتنا ناس عمان طيبين عمان سلطة عمان ما شاء الله مسلمين. المهم تحياتي لهم. راح نديروا جوله فقط في كما تعرفوا هنا الفصل الصيف يبدا من 21 جوان. هنا برامج واش كاين هنا في الحديقه هذه ما تعرفوا كل هذه الهايت بارك. هذه خريطه للزوار رايحين نشوفوا ان شاء الله راك المتحدثين. تحياتي لكم خاوتنا نسلم عليكم بدون استثناء. بالمناسبه نسلم على كل واحد. خويا فوزي بارك يسلموا على واحد يزعف الاخر. خويا فوزي تحيه خاصه لك لانك انسان طيب ونحبوكم كامل. فتحياتي لكم بدون استثناء. الشرطي يحرس الشرطه تاعهم موجوده لحمايه الاشخاص هنا وهكذا. المهم تحياتي لكم بدون استثناء خوتي. تحياتي اسما ننساو الله يبارك راهي متابعين بكثره في كل ولايات في كل الاقطار. المهم السلام عليكم بدون استثناء. رانا في ركن المتحدثين كما يعرفونا بسبيكرز كورنر عمره ازيد من 150 سنه. يجوا الناس هنا يمدوا نقاشات او حتى الدعوه كما يقولوا كل واحد يقوم بدوره لكن بدون ما يتعدى على الاخر وهكذا. المهم صورتكم قبل لكن في الاعداد فهذا تابعوني. She said, your eyes, the beauty of your eyes. المهم كل واحد يقول لك فول الطياب هنا وهكذا. هذه مقهى هنا معروفه في السبيكرز كورنر هنا. المهم هنا مكان مخصص للرياضه. هنا في حفلات كل هنا معروف بريتش سمر تايم. هنا يديروا حفلات كل بداية من جوان هذا إلى غاية سبتمبر وهكذا. حتى نقول لكم الصورة الحقيقية هنا في ركن المتحدثين أو ركن الخطباء موجود في عدة دول بينها أمريكا أستراليا نيوزيلندا سنغافورة تايلاند. المهم عدة دول اللي أخذوها من كما نقولوا من بريطانيا وهكذا المستعمرات البريطانية.
فأخذوها وهكذا يعني. عكس الدول الفرنكوفونية استعمرونا فقط. تحية كل أحبائي متابعي قناتي في اليوتيوب والفيسبوك في تويتر، سلامي لكم محبتي لكم. الشرطي شو عالطوا إلى الشرطي هذا شو. Hello, how are you? You're live. Yes. Thank you. أنا أتصور معي يديك العبس. فهمت؟ حياكم الله. كيف أخبارك؟ من أي الدولة أنت؟ تحياتنا لأخواتنا في عمان من الجزائر. السلام عليكم. ركن المتحدثين يوجد في عدة سواح من الدول العربية والإسلامية. المهم هذا يعني مكان مهم للناس اللي يجوا في سياحة وما يجوش ليه، يعني منطقة هامة تجمع كل الناس خاصة السواح. المهم تحياتي لكم، سلامي لكم. كما قلت لكم الركن عمره ازيد من 150 سنة. الناس يقوم بالدعوة هنا ونقاشات سياسية والاقتصادية وهكذا، فبالتالي يعني مسموح فيه يعني يتكلم وش حبيت، لكن في اطار احترم تحترم. طبعا بيج براذر او العسلي بيج براذر الاخ الاكبر. المهم تحياتي لكم، هذا ما عندي اليوم من البث خاوتي، وفرصه الى فرصه اخرى ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله قضيت معنا وقت ممتع، في الى فرصه اخرى ان شاء الله. Thank you.